أستاذ أحمد الحسن، هل مصر وتركيا اليوم متفقتان في الملف الليبي؟ نعم، في الملف الليبي متفقتان الدولة التركية والدولة المصرية على احترام مصالح الطرفين. هذه خطوة مهمة جدا، وكذلك احترام الأمن القومي المصري المهدد من الجانب الليبي، وهذه خطوة ثانية أيضا تحترمها مصر، وهي التي حسنت الجولات الاستشارية ما بين تركيا ومصر. لكن الخلافات تتعلق بخصوص آلية العمل في الملف الليبي، حيث تدعم مصر أن يكون للدول المجاورة لمصر دور أكبر بخصوص رعاية المصالحة ما بين الأطراف الليبية، بينما تدعم تركيا أن يكون آلية العمل في هذا الجانب تحت إشراف الأمم المتحدة، ووجود دور روسي وتركي في هذا الملف بسبب وجود دورهم العسكري في الدولة أيضا. طيب. لكن مؤخرا تم التوافق على صيغة عملية في هذا الجانب، وقد تقدم الطرفان في هذا الملف، ويتم العمل على نفس الطريقة في الملف السوري، لكن النظام السوري لا يتجاوب حتى الآن مع المبادرة. طيب.